وينسى المهاجرين غادي في النمسا شنو هي؟ ظروف قاسية على الاخر لاقصى درجة، والله العظيم لاقصى درجة. جيت لتونس وعدوني صححت على ايدي سوسيال وبروجي انتجراسيون في تونس لهنا وما عطوني منهم شيء. قداش فلوس ما وعدوك بها في النمسا غادي؟ وعدوني بها غاديك صححت عليها هي 2000 اورو نتاع المعالجه والدويات نتاعي خاطرني مريض عندي ايبيليبسي و 3000 اورو نتاع ايدي سوسيال نتاع اثاث وكراء منزل لمده سنه و 5000 اورو نتاع بروجي باش نحل معناتها مشروع في تونس. نطلب من السلطات ونطلب من الدولة أن يقفوا معايا ويسمعوا ويوصلوا لي صوتي، يرحم والديكم وراني تعبت ياسر ولهنا تمشوا لهم يقولوا لكم أي الأمور على ما يرى، لكن هم قاعدين يطولوا في الموضوع وأنا الحالة متاعي ما تسمحش. التوانسة غادي عايشين تحت القمع وتحت العنصرية من طرف الاعوان ومن طرف البسيكولوج ومن طرف السوسيال ومن طرف الدوله بصفه عامه، من طرف الحدود والاجانب، شرطه الحدود والاجانب اللي حاجزتهم غالي. قيت 8 سنين في النمسا وسافا معناتها لاباس، غاديك عايش لاباس الحمد لله، نخدم نسكن نرقد ناكل نشرب كل شيء متكفي الحمد لله يا رب. نخدم اذا كان نخدم ناخذ 1500 اورو اقل حاجه مينيموم. وسافا لاباس الحمد لله. والله عندي ظروف في تونس انا صارت لي، الوضع نتاع العائله تبدل على الاخر. دارنا حرقوها. ناس في حومتنا. مشاكل الله اعلم مشاكل عائليه ولا مشاكل ارث ولا مانيش عارف انا. حرقوها مش مره واحده دارنا، حرقوها بريسك 5 مرات. العائله نتاعك والا من خارج العائله؟ جيران. اللي هما يرجعوا من العائله، الاصل يرجعوا من الفامي. سمات. وعاودوا صلحوها، بابا عاود صلحها وعاود شرفوا عليها وعاود كل شيء، عاودوا حرقوها مره اخرى. انت رجعت لتونس على اساس الاتحاد الاوروبي وعدك باش يصب لك فلوس كعوده توعيه، كي جيت لتونس الفلوس هذه خذيتها ولا شنو عملت بها شنو اللي صار؟ جيت لتونس وعدوني صححت على ايدي سوسيال وبروجي انتجراسيون في تونس لهنا وما عطوني منهم شيء. قداش فلوس ما وعدوك بها في النمسا غادي؟ وعدوني بها غاديك صححت عليها هي 2000 اورو نتاع المعالجه والدويات نتاعي خاطرني مريض عندي ايبيليبسي و 3000 اورو نتاع ايدي سوسيال نتاع اثاث وكراء منزل لمده سنه و 5000 اورو نتاع بروجي باش نحل معناتها مشروع في تونس. اللي صار ملي جيت وهما يمشوا فيا ويجيبوا من اللي جيت وهما يمشوا فيا ويجيبوا لهنا فهمت كيفاه وتعبوني ياسر ياسر ياسر. طلعت اللوفي هذايا اللي دار نتاع سفاره فرنسا وعملت حضرت في اللجنه غاديك وكل شيء وقالوا لي ايه وصايا وبسبوا لك فلوسك وبش يجي المندوب ولازم نعملوا لجنه وكل شيء. من سبتمبر انا روحت من اكتوبر استغفر الله. اي كملي من اكتوبر روحت والتوا ما وصلني شيء يعني. ونمشي طالب السلطات شو طالب السلطات؟ نطلب من السلطات ونطلب من الدولة أن يقفوا معايا ويسمعوا ويوصلوا لي صوتي، يرحم والديكم وراني تعبت ياسر ولهنا تمشوا لهم يقولوا لكم أي الأمور على ما يرى، لكن هم قاعدين يطولوا في الموضوع وأنا الحالة متاعي ما تسمحش. حبك تحكي لي على الظروف اللي عايشينها التوانسة المهاجرين غادي في النمسا شنو هي؟ ظروف قاسية على الأخر لأقصى درجة، والله العظيم لأقصى درجة. أنا واحد الناس بريود الأخر خاطرني كنت مقيم بدون إقامة من غير أوراق معناتها. وكنت موقف في مستودع الحجز نتاع الاجانب والشيء اللي نعيشوا فيه غادي سبحان الله والله شيء لا يصدق. بطريقه غير قانونيه؟ الله غالب كنت بطريقه غير قانونيه. لا شنو ظروف العيشه غادي التوانسه؟ التوانسه غادي عايشين تحت القمع وتحت العنصريه من طرف الاعوان ومن طرف البسيكولوج ومن طرف السوسيال ومن طرف الدوله بصفه عامه، من طرف الحدود والاجانب، شرطه الحدود والاجانب اللي حاجزتهم غادي. اللي ما عندهمش اوراق غاديك يعيشوا محرومين من حقوقهم الكل، ما ينجموش يتكلموا اهاليهم، ما ينجموش في الشوب هافت انا نحكي في الحبس اللي هو معناتها نتاع الوقوف مش نتاع الكريمينال، الحبس نتاع الوقوف. هذاكم الناس محرومين من كل شيء. يباتوا للشر. يجيبوا لهم خبز يابس غاديك والله خبز اكحل كيك الحجره شيء ينطق. وفما برشا اصحابي مساكن حاولوا يعملوا عمليه انتحار غاديك. وين يبيتوا والاخرين يبيتوا في الشارع وين يبيتوا؟ اللي بيتوا في الشارع والله
خاصة في النمسا، نحكيك عن النمسا أنا. باهي، النمسا راهي متأخرة ياسر بالنسبة مع الأجانب، معاملتها مع الأجانب ومع العرب ومع متأخرة ياسر ياسر. احتمل في إيطاليا وفي فرنسا فما قانون يحمي شوية الأجانب، غاديك حتى حد ما ياخذ منحة، في اللي ما عندوش أوراق ما ياخذ حتى منحة، وبالرغم هو مقيد وتلقاهم عاملين أجيل طلب نتاع لجوء غاديك في التوانسة اللي غادي ولا الجزيرية ولا المغاربة. في الدول الأخرى كي تطلب لجوء بالموافقة ولا بدون موافقة عندك منحة تاخذها 400 أورو لمينيموم، هذا حتى من غير موافقة. في النمسا خويا ما يعطوهم في حتى فرنك، باتين للشر عباد تشوفري يعني، باكر ربي غاديك.